نفسي أقولها أرتاح وأنسى. لو كنت عادل ليه بس تقسى وأنا حظي مايل ويا الأبلسة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحقني بعلبة سجاير وحاجة ساعة واحدة تانية. والحقك ليه يا ابني؟ هو أنت بتغرق؟ بقالي ساعة بلف على كله بطل. يا عم ابو سالم مبلعه طفحه ومبهدله الدنيا. ما تنادي يا بنت على الولا عدلي يسلكها. هو بيفهم موصلكها قبل كده. يبقى لما عاوزها من السباك ده يبقى طول شجر. وانت سباك؟ هوا جيب العد. قولي لي البيت فين يا ابو؟ اهو. بنتي عواطف، اختك فين يا بنت؟ عبالها ما يجيب العده تكون جت. ما تقلقش يا عم ابو سالم. عم ابو سالم. نعم. لما تيجي امي هقول لها انك لحقتنا بسباك. خليها تدعي لك دعوتين. سلام.